لو بنتكلم سياسة مش اقتصاد، يعني عندنا القضية الفلسطينية ربما كانت خدت منا مناحي طويلة جدا من الهيمنة الغربية، باعتبرنا أكثر المناطق تضررا يعني من الهيمنة الغربية على العالم. شوف أستاذ مصطفى، من الناحية التجربة العملية في العقود الثلاثة الماضية، الحدود القطبية الأمريكية أضرت بالعالم، أدت لاضطراب العلاقات الدولية، لن تحل المشكلات، منها طبعا المشكلة الفلسطينية، أدت لانتشار صراعات كثيرة في الأزمات، فكرة استخدمت الديمقراطية كمظلة، ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب في تدخل في شؤون الدول، هدم دول. أمريكا أعدت العسكرة العلاقات الدولية الآن في آسيا والصين وتايوان، هناك في شرق أوكرانيا، في شرق أوروبا أوكرانيا هناك عسكرة، والمنطقة في الشرق الأوسط شهدت أيضا عسكرة لهذه العلاقات، وبالتالي هناك مصلحة مصرية وعربية في وجود نظام دول متعدد الأقطاب، لأن هذا بيخدم القضايا العربية، هذا بيعطي هامش مرونة أكثر وأكثر حركية في التعامل والدفاع عن القضايا الدول النامية، الدول المنطقة، القضايا العربية، بيعطي أن توازن في العلاقات الدولية، لأن وجود قطب واحد منفرد محتكر بيمثل يعني خطورة، ورأينا كيف أن أمريكا انحازت لإسرائيل مثلا في القضية الفلسطينية، في قضايا أخرى، لكن الصين وروسيا بتدعم قضية عربية، تدعم القضية الفلسطينية، تدعم فكرة الحفاظ على سيادة الدول، الدولة الوطنية، عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وبالتالي هذا التعدد في النظام الدولي يمثل أهمية كبيرة، فجزء من الانضمام أو الرسالة أو المعنى بالمعنى السياسي هو أن هناك توجه أو هناك رغبة في أن يكون النظام الدولي أكثر تعددية، تعددية القطبية السياسية والاقتصادية، أيضا الاقتصادية مهمة، لأن تم استخدام، يعني نقول صراحة النظام الاقتصادي التقليدي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية اللي هو نظام بريتون وودز الذي أدى إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في إدارة ما يسمى النظام العالمي الاقتصادي وهيمنة الدولار، هذا النظام قد انحرف عن يعني عن هدفه الأساسي في تحقيق التنمية والازدهار في العالم. أولا الدولار استخدم والعقوبات الاقتصادية كسلاح أمريكي في مواجهة دول الأخرى، أدى طبعا كما رأينا روسيا دول مختلفة أدى لتداعيات سلبية على الدول النامية دفعت السم، وبالتالي أصبح الدولار يمثل عبئا كبيرا على التعاملات الدولية المالية. أيضا فكرة التمويل الدولي، يعني البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كجهات مانحة بدأت تفرض المشروطية السياسية، تفرض روشتات صعبة، وبدأت تستخدم احيانا في ابعاد سياسيه، وهذا ايضا اضر بالدول الناميه، وبالتالي البريكس واهميته انه بيؤدي نوع من التوازن او ضبط العلاقات الدوليه، النظام الاقتصادي العالمي، يعني هو لن يكون بديلا عن النظام التقليدي عن صندوق النقد والبنك الدولي، ولكنه بديل اخر موجود في اطار تنوع الخيارات. البريكس لديه ما يسمى بنك التنميه، بنك الاستثمار الجديد، هو اقرب الى صندوق النقد الدولي، وايضا يعني براس مال 100 مليار دولار، ولكن بدون الاجحافات وبدون الشروط او الاملاءات الغربيه. صحيح، وكل هذا بيمثل اهميه كبيره. بمعنى اخر احنا الان بنشهد يعني تحول في النظام الدولي، النظام الاقتصادي الدولي بتكتلات اقتصاديه موازنه مهمه، مؤسسات اقتصاديه يعني موازيه او يعني موجوده الى جانب المؤسسات التقليديه فتضبط، هذا بيوسع المساحه والهامش امام الدول الناميه في الحصول على التمويل